وشباب شعبنا الثائرين، وعموم أبناء شعبنا في الضفة والقدس والأرض المحتلة عام 48 والمنافي والشتات، كما وندعو كل القوى الحية في أمتنا عامة للاستنفار في كل الجبهات من هو أبو عبيدة؟ تشكل شخصية أبو عبيدة الفلسطيني كابوسا حيا للاحتلال الإسرائيلي في كل وقت، ونظرا للأحداث الأليمة التي تمر بها غزة خلال الأيام الماضية وما قامت به حركة حماس من هجوم تزعمه أبو عبيدة وسمي بطوفان الأقصى، وهناك العديد من التساؤلات التي طرحت حول شخصية أبو عبيدة. من هو ومن يكون الرجل الذي لا يعلمه أحد منذ عام 2006 حتى الآن، والذي يمثل كابوسا لقوات الاحتلال، وإلى اليوم يصبح الموساد والشباك الإسرائيلي عاجزين عن معرفة من هو أبو عبيدة. أبو عبيدة هو لقب المتحدث الرسمي الإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، يعد من أوائل المطلوبين في قائمة الاغتيالات الإسرائيلية نظرا لاعتباره الشريان الرئيسي للحرب النفسية والحرب الإعلامية التي تفرضها حماس. يكنى بأبي عبيدة تيمنا بالصحابي الجليل فاتح القدس أبو عبيدة بن الجراح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، يظهر في مؤتمرات صحفية أو في مساجد غزة أو في وكالات الأنباء أو في أحد الشوارع أو على قناة الأقصى الفضائية. أطل على الشاشة للمرة الأولى عام 2006 معلنا خبر أسر كتائب القسام للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ومنذ ذلك الوقت وهويته لا تزال مجهولة. يظهر البحث على اسم أبو عبيدة على مواقع جوجل أكثر من 10 مليون نتيجة، أما على منصة يوتيوب فهناك نحو أكثر من 50 ألف مقطع فيديو. حسب التقارير الفلسطينية أن وجه أبو عبيدة لا يعرفه سوى القليلون، لم ولن يظهر لوسائل الإعلام، ومنذ سنوات والجيش الإسرائيلي يحاول بطرق كثيرة الوصول إليه بعدما عجز طوال الفترة الماضية عن تحديد هويته. يختتم خطابه عادة بعبارة كتائب القسام التي تنتهي بالجملة المشهورة: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، مأخوذة عن الشهيد عز الدين القسام. وخلال الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية والحرب على غزة عام 2021 خلال معركة سيف القدس، بات ذكر اسم أبو عبيدة في وسائل الإعلام إنذاك بوقوع حدث ما كبير، لا سيما على صعيد تحقيق إنجازات عسكرية للمقاومة، وذلك بسبب التركيز على المصداقية ومدى التأثير المباشر للعمليات والإصابات التي وقعت في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك المصداقية عندما يقول أن هناك خسائر وشهداء لدى المقاومة. حتى إن المراسلة العسكرية الإسرائيلية غيلي كوهين أعلنت أن الجمهور الإسرائيلي يثق في تصريحات الناطق باسم القسام أكثر من الناطقين الرسميين الإسرائيليين.